السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية المستمرة منذ عدة أيام بذكرى شهيد المحراب. هذه الذكرى العطرة للمسيرة العظيمة، مسيرة الجهاد والمقاومة والحرية والشهادة، مقاومة الظلم والاستبداد والحرية التي دعا إليها منذ سنوات تقريبا من السبعينات القرن الماضي ببداية الانتفاضات الإسلامية. والشهادة، وأي شهادة وأي نهاية بعد الصلاة، يستشهد بالقرب من ضريح الإمام علي عليه السلام. طبعا أحبة المشاهدين، الأيام تكلمنا عن البدايات وعن حياته، عن اليوم النتاج العلمي لشهيد المحراب، وعن الرؤية السياسية، وعن حقيقة مقاومة الظلم والاستبداد، وبدايات المعارضة الحقيقية للنظام البائد، دور الكبير جدا بتوحيد المعارضة العراقية اللي كانت عبارة عن معارضة متشتتة، كل شخص في بلد وكل شخص له نهج معين، ولكن وحدها تحت راية المجلس الأعلى الإسلامي. طبعا أحبة المشاهدين، قبل ما نرحب بضيوفنا الأكارم ونتحدث عن المحطات المهمة بحياة شهيد المحراب، خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. شهيدنا الحكيم كان تلميذا وزميلا وأخا وصديقا إلى مفجر الثورة الإسلامية في العراق، آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وسماه عضيدي في هذه المواجهات. شهيدنا العزيز شهيد المحراب كان محبا وذائبا في الإمام الخميني، هذا القائد العظيم كان يتابعه وكان قريبا منه، تربى في وعاش مع مثل هذه الأسماء الكبيرة. الشهيد الحكيم كان عالما في أصوله وفقهه، كان عالما في تفسيره، كان عارفا بزمانه، أكثر الناس معرفة بالعراق تاريخا واقعا حاضرا، بمشايخه بعلمائه بشبابه، كان دقيقا في معرفته للوضع العراقي، ومدبرا جدا في خططه ورؤيته المستقبلية. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، واستمعنا لجزء من كلام سماحة الشيخ الدكتور همام حمود رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في التجمع الجماهيري الذي أقيم في مرقد شهيد المحراب في النجف الأشرف. طبعا نرحب بضيفنا العزيز السيد عبد الكريم النقيب عضو مجلس النواب سابقا، أهلا وسهلا بك أستاذ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. ربي يخليك أستاذ. طبعا أنا دائما متعود أسأل ضيوفي في هذه التغطية قبل ما ندخل بالمحاور الرئيسية للحلقة أو للتغطية، أنك قريب على شهيد المحراب، تعرفت عليه بسنوات سابقة، أريد أول يوم تعرفت على شهيد المحراب كيف كان ظروف هذا اللقاء، وكيف تصف اليوم هذه الشخصية العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان لي شرف بلقاء شهيد المحراب في المهجر في إيران في عام 1982. نعم. يعني بدايات عام 1982 كان اللقاء في مكتبه في طهران. نعم. وبالتأكيد كان اللقاء مع السيد لقاء فيه كثير من الشحنة العاطفية. نعم. والحب والولاء، لأنه نعرف أن السيد من ذلك التاريخ هو حقيقة تصدى للقضية العراقية للطاغوت في العراق، وكرس حياته ووجوده كطوق نجاة للشعب العراقي. نعم. كان حقيقة في حديثه ثورة، وفي توجهاته كان عنفوان يدل على أنه رجل له قضية وعنده إيمان بهذه القضية وعنده تصميم
على مواصلة الطريق حتى النهاية. وأنا سامع منه، نعم، قال أكثر من مرة، أنا سامع منه، لو بقيت وحدي في الساحة سأبقى أرفع هذه الراية حتى يفتح الله سبحانه وتعالى بيني وبين طاغوت العراق. نعم أستاذ عبد الكريم، اليوم بال82 أنت حضرتك كنت شاب يعني صغير، نعم، بالعمر يمكن عشرينات، نعم، نقدر نقول، نعم، نعم. كنتوا تتخذون شهيد المحراب قدوة؟ لو بعد ما التقيتوا به يعني تفاجأتوا من هذه الشخصية العظيمة، يعني لو أنتوا قبل ما تلتقون به عندكم المعلومات يعني الكافية أنه تتخذون هذا الشخص قدوة، هذا الشخص اللي عائلته أعدمت، هذا الشخص ابن مرجع عظيم مثل السيد محسن الحكيم قدس الله سره الشريف، كيف كانت معلوماتكم عنه؟ لا طبعا أنا لم ألتقي بالشهيد المحراب في العراق، نعم، قبل خروجي، ولكن لدي المعلومات الكافية عن مسيرة هذا الرجل، حين كان هو يعني العضد المفودة لشهيد العصر، لحسين العصر، الشهيد محمد باقر الصدر، وكنا نقرأ كل ما يكتب في ذلك التاريخ وكل الكتابات التي كتبها السيد محمد باقر الصدر، كنا قد قرأناها وقسم منها حفظناها عن ظهر قلب. فكان في مقدمة كتاب اقتصادنا يشير، نعم، إلى هذه الشخصية العظيمة ويسميه بالعضد المفدى، عضد المفدى سيد محمد باقر الحكيم. نعم. فنحن على علاقة وارتباط وتقليد مع مرجعية الشهيد الصدر الأول. من هذه العلاقة حقيقة امتدت إلى السيد محمد باقر الحكيم باعتبار أنه رفع لواء الشهيد الصدر. نعم، أن السيد محمد باقر الحكيم ينتمي إلى عائلة علمائية، ابن السيد محسن الحكيم طبعا زعيم الطائفة أكيد، ثم أن السيد محمد باقر الحكيم يعرفه الجميع في العراق، هو كان ذو حركة ميدانية، كان دائما يزور المحافظات، صحيح، يلتقي بالعشائر، وله باع طويل في التدريس العلمي، له مزاملة، نعم، مع مرجعية السيد محسن الحكيم. مرجعية السيد محسن الحكيم كانت مفتوحة على كل العالم طبعاً الإسلامي، نعم، وليس على العالم، كان والدي يسمى زعيم الطائفة الشيعي فقط، نعم. ثم أن من خصائص السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه شهيد المحراب، نعم، كان حاد الذاكرة، يعني أدق من الكمبيوتر بهذه الوصف، بهذا الوصف، نعم. يعني أنا لاحظت أكثر من مرة أنه يلتقي مع شخص للمحة واحدة يلتقي معه، ثم يلتقي به بعد 3 سنوات ويسميه باسمه ويتذكر ايش كان حكى وايش كان، نعم. لا كنا ذهبنا الى ميدان تدريب، كان اخ ابو مجاهد يدرب على الار بي جي 7 بفتره فيلق بدر، في فتره فيلق بدر، ووقفنا قلنا هذا ابو مجاهد مدرب على الار بي جي، وسلم عليه وأخذ من إيده الار بي جي وأطلق السيد صاروخ. الصورة موجودة، مشهورة، موجودة، نعم، نعم، نعم. هذا اللقاء يعني على عجالته أو بسرعة تم. بعد ذلك 3 سنوات أيضا مرينا، وإذا بالسيد يسلم على أبو مجاهد بكنيته وباسمه، يعني أنا يتذكره بتفصيل، ذاكرة مع زحمة أعماله وأشغاله ومواعيده والتزاماته وسعة علاقاته وهمومه، ويذكرون الناس تفاصيل كثيرة عن كيف يتذكر المسائل بجزئياتها الدقيقة. فمن هذا
هو يمتلك كم هائل كبير من المعلومات حول نسيج المجتمع العراقي عن العشائر العراقية بتفاصيلها. زين، ممكن يشوفه كنساب. نعم، ويسأل عن شخص واحد واحد، عن الشيوخ، عن أولادهم، عن ذراريهم. ولأن كل العلاقات التي كانت للعشائر في ارتباطها مع مرجعية السيد محسن الحكيم رضي الله عليه كانت مطبوعة في ذاكرة السيد محمد باقر الحكيم. أستاذ عبد الكريم، بالتغطية السابقة كان ضيفي الحاج أبو جهاد الصغير، تحياتنا إليه، أو أبو ضياء الصغير عفوا، توقفنا أنا وياه عند الوصول إلى العراق في عام 2003. أنت دخلت مع سماحة السيد شهيد المحراب أو بعده أو قبله تقريبا؟ أنا كنت في استقباله. أنت كنت في استقباله؟ ممتاز. أنا من الفريق الذي نظم دخول السيد شهيد المحراب من منفذ الشلامسة إلى البصرة. نعم. إحنا يعني حين السقوط دخلنا إلى العراق. نعم. وتواجدنا في محافظاتنا، وكان لنا الحمد لله دور في محافظة واسط، ويعني كان هم إن التجربة في ترتيب استقبال السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه في محافظة واسط، حيث دخل قبل دخول السيد الشهيد البحراب. نعم. وذهبنا فريق يعني من محافظة واسط لكي ننضم للمجموعة الموجودة في البصرة ونقوم باستقبال. نعم. يعني استاذ عبد الكريم، اني انه ابو ضياء اتكلم على كانت اكو صعوبات، الترتيبات كانت صعبة، خاصة الجانب المحتل كان معترض على دخول شهيد المحراب واعطى شروط صعبة، انه مثلا 5 تدخلون او 4 تدخلون، ما نريد تزاحم بشري. ولكن لما دخل شهيد المحراب، هذا المد البشري الكبير جدا عند الحدود العراقية حقيقة كانت رسالة، ورسالة اليوم لقوات الاحتلال، يعني انه هذه الزعيم، هذه الشخصية شخصية غير اعتيادية، شخصية اجت للعراق بعد سنوات. كيف تصف لي المشهد انت اذا كنت في بالاستقبال وكنت موجود وكل المعلومات وكل الصور الذاكره عند حضرتك؟ نعم نعم، انا كنت مسترسل لاقول انه الترتيب الامني. نعم نعم، مساله الاستقرار والامن كانت مساله حقيقه مقلقه لدى الكثيرين، الى حد انه اكو ناس يعني اقترحوا على شهيد المحراب على تأخير الدخول إلى ما بعد ذلك، لكن إصرار شهيد المحراب أن يكون وسط شعبه وبين ناسه، وقال أنه حان الأوان إلى أنه أنا أذهب إلى العراق. وأنا طبعا التقيت به وأنا جاي من العراق وبعد السقوط أكثر من مرة، وكان يسألني عن أوضاع العراق وكيف الأمور وكذا، و تصميم على أنه المجيء بأقرب وقت إلى العراق. بالنسبة إلى التنسيقات، حقيقة مع الأمريكان هي بدأت من الكويت من محافظة واسط. نعم. وكان عندنا فريق يتفاوض يعني في مقدمتهم منتصر الإمارة، محمد الإمارة. نعم. كان يجيد الإنجليزية، وكان الموجود هناك كان أمر القوات الأمريكية، كان هناك أبدأ تجاوب. نعم. أبدأ تجاوب لأنه بعد ما شاف الاستقبال الذي حصل للسيد عبد العزيز في واسط، فقال إنه هذه الشخصية القادمة يعني كيف راح يكون استقبالها مثل استقبال السيد عبد العزيز؟ قلنا له هذا القصة تختلف تماماً. يعني هذه أضعاف أضعاف أضعاف. يعني هو كان متفاجئ من استقبال السيد عبد العزيز. نعم، هو بالنسبة إلى سيد استقبال السيد عبد العزيز كان أيضا فيه حضور جماهيري واسع كبير، وإحنا كنا أيضا رتبنا استقباله. نعم. مع
أخواني الآخرين أبو منتظر الحسيني وأبو أحمد الإمارة والآخرين الموجودين، نظمنا استقباله بدخوله محافظة واسط، بحيث أنه يعني البرنامج اضطرينا أنه نبدل المسير أكثر من مرة، اضطرينا أنه الموكب المدلة في سبيل أنه نتخلص من الزخم الموجود صحيح في الشوارع وكذا. فهو من لاحظ هذا القائد العسكري الأمريكي، لاحظ هذا، قال أنه هل بهذا المستوى؟ لا، بالنسبة يعني منتصر الإمارة جابه قال هذا القصة تختلف تماما، يعني نعم راح تكون أضعاف أضعاف. نعم قال شلون هذا الموضوع؟ ف يعني يعني أبرق إلى البصرة بأنه راح تكون نعم. هكذا مراسم قوية. سؤال دائما يعني يدور في ذهني، كثير من الشخصيات المعارضة رجعت وبسهولة إلى العراق بعد الاحتلال في عام 2003، ليش لما قرر شهيد المحراب يصل إلى العراق كانت هناك بعض التعقيدات من الاحتلال الأمريكي والبريطاني المتواجد بالبصرة؟ ليش حبوا يسوون التعقيدات؟ حقيقة يعني بالنسبة إلى مسألة العراقيل، العراقيل الموجودة والعراقيل الكثيرة، بس الحمد لله تم التغلب عليها، وكما تفضلت أنت طغى المشهد الجماهيري والمد الجماهيري هو رسم يعني خارطة المسيرة، وكل من وضع عراقيل أو حاول أن يضع عراقيل وجد نفسه أنه لا يستطيع أنه أن يفعل شيء. طبعا يعني مجيء السيد شهيد المحراب رحمة الله عليه مجيئه كان يعني بدون يعني تحضيرات مسبقة، باعتبار يعني الاتصالات كما تعلم بين المحافظات ما كانت بذاك المستوى، التحضيرات كانت كلها والحشد كان كله حشد عفوي وناس جاية يعني عاطفة محبة صدقا جاية لاستقبال السيد. ويعني هذه الحشود عندما يعني دخل السيد حقيقة أخذت تتكاثر، وعندما وصلنا إلى ملعب البصرة أعتقد أنه قد يعني مئات الملايين أصبحت الحشود يعني نعم مئات الآلاف تصل إلى مئات الآلاف نعم. عفوا نعم. تصل إلى الحشد المليوني مئات الآلاف نعم. وفي أنا حقيقة هنا أريد أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه هذا اللي تفضلت به الاستقبال بهذا الحشد وكذا نعم. هو هذا حقيقة يعني هو هذا يبرهن ويثبت الزعامة للسيد محمد صحيح. باقر الحكيم. يعني كيف تعرف الزعيم؟ تعرف الزعيم من خلال احتضان شعبه إلى نعم. من خلال العلاقة بينه وبين شعبه. هذا الرجل تحمل آمال نعم. الشعب، تحمل آلام الشعب زين، وعانى وقاسى في سبيل الشعب، فأصبح نبض قلبه ونبض الشارع العراقي واحد. فاستقبله الناس بعاطفة وبمحبة وبوفاء منقطع النظير. هنا إذا تريد أن تعرف زعيم تعرف من خلال عمق الجماهير صحيح. فعنوان زعامة السيد للساحة كان في الغربة وعشرات السنين هو بالضبط عندما وبعيد عن الساحة، وكثير من كان يشكك في أن السيد محمد باقر الحكيم يعني ما إلى جمهور في العراق صحيح. يعني هو الرجل في المهجر غير أبواق النظام الدكتاتوري أكيد السابق أكيد استخدمت كثير من الإشاعات، هناك أيضا منافسين ومناوئين وكثيرين، لكن هذا الاستقبال بهذا الوهج حقيقة أخرس الحمد كل لله. الأفواه. المسألة الثانية التي نقدر نروح الفاصل ونرجع. طبعا أحبة المشاهدين أكيد تغطيتنا مستمرة، لأن الكلام كثير وكبير جدا بحق هذه الشخصية
العظيمة بكمين التغطية، ولكن بعد هذا الفاصل. بعثر المخططات الأمريكية في العراق. أكمل نظام البعث الصدامي المخططات الأمريكية وسلم العراق بلدا محطما ومنهارا بعد عقود من الحكم الدكتاتوري والحروب، لتبدأ مرحلة جديدة من مشروع قديم للسيطرة على هذا الوطن. بعد الاحتلال الأمريكي وسقوط نظام البعث الصدامي، كان لابد للإدارة الأمريكية أن تضفي لمشروعها صبغة شرعية، فسمحت للمعارضين ضد النظام بالعودة إلى العراق. منذ سبعينات القرن الماضي كان شهيد المحراب من أهم القوى المعارضة للنظام الصدامي، وتحول إلى العمل الجهادي امتثالا لفتوى الشهيد محمد باقر الصدر، ليؤسس بعد ذلك فيلق بدر كقوى عسكرية مناهضة للحكم البعثي. جابهت النظام بقوة وألحقت به الهزائم، وساهمت في زعزعة نظامه وسط وجنوب العراق. تحركت الإدارة الأمريكية للتواصل مع شهيد المحراب، وأبدى موقفه الرافض لبقاء القوات الأمريكية، مما سببت غضب الإدارة الأمريكية. قررت على إثرها بمنع فيلق بدر من دخول العراق بأسلحته ومعداته. في العاشر من آيار عام 2003 دخل شهيد المحراب أرض العراق بعد أكثر من 20 عاما من الغياب، لتستقبله الملايين بالترحاب متخذة منه قائدا ورمزا وجدت فيه الأمل والحلم الذي انتظرته طويلة. رحبت بمجيئه جميع المراجع في النجف الأشرف، وكذلك القوى السياسية المعارضة بكل أطيافها وعلى تعدد اختلافاتها، ووضعت الإدارة الأمريكية شهيد المحراب تحت أعينها بعد أن وجدته القائد الذي اختارته الجماهير ليكون ممثلا عنها. استقر شهيد المحراب في النجف الأشرف يئم المصلين في الصحن الحيدري الشريف، يلتقي فيه الوفود والشخصيات من مختلف فئات المجتمع العراقي وعلى اختلاف انتماءاتهم، بعد أن وجدوا فيه الرمز والقائد الذي سيعبر بهم مرحلة ما بعد النظام البعثي. أعلن شهيد المحراب موقفه من الاحتلال ومن العملية السياسية، واضعا خارطة طريق لمشروع عراقي أسس له الحكيم طوال حياته وجاهد في سبيله مضحيا ومدافعا عنه. أعلنت الولايات المتحدة عن نفسها كقوات احتلال، فطالب شهيد المحراب بإيضاح موقفها في المحافل الدولية ولدى العراقيين، ومشددا على وضع سقف زمني لخروجها، رافضا ممارساتها الإجرامية ضد الشعب العراقي، ومحذرا من التطرف الديني الذي بدأ يطفو على السطح، ومشددا على وحدة الشعب العراقي. لم ترضى الإدارة الأمريكية ولا دول الجوار للتوجهات الوطنية للسيد الحكيم، والتي شعرت بأنه قادم لتخريب مخططاتها وإفشال مشروعها في المنطقة، خصوصا بعد أن حذر من خلال كشفه لتلك المخططات التي تعارض مشروعه الوطني. في 29 من آب عام 2003 وبعد أدائه صلاة الجمعة في الصحن الحيدري المطهر، اغتيل شهيد المحراب بعد خروجه مباشرة بتفجير انتحاري بعد 4 أشهر من عودته للعراق. قدم الحكيم للعراق الكثير، وترك الأسس القوية لبناء عراق حر وقوي يعيش في ربوعه العراقيون بجميع أطيافهم. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين تغطيتنا الخاصة بذكرى شهيد المحراب. نرجع مع السيد عبد الكريم النقيب. سيد، تكلمت على موضوع، قلت أكو حد ثاني، قلت لك بعد نعم الفاصل. نعم نعم، يعني كم أنا أريد أسئلة مهمة. أسلط نعم. الضوء على مسألتين في قضية يعني دخول شهيد المحراب رحمة الله عليه إلى أرض العراق عن طريق منفذ الشلامشة. الأولى، الاستقبال الجماهيري الذي قلت لك أنه مثل بيعة حقيقية للزعيم القائد السيد محمد باقر الحكيم. نعم.
والمسألة الثانية أنه عندما وصل إلى الملعب خطاب سماحة السيد. السيد تحدث بخطاب وضح به كل ملامح منهج السياسي وكذلك تصور عن المستقبل وما يريد ما يريده من الشعب العراقي ومن النخب ومن الكفاءات ومن الدور الذي يجب أن يلعبه الجميع من أجل بناء العراق واستقلال العراق. فوجه عدة رسائل يعني بدأها ب قال إنه أقبل أيادي المراجع جميعا. صحيح. وخطابه نعم نعم للمرجعية. نعم هذا الهتاف. نعم نعم للمرجعية والناس كانت يعني متفاعلة جدا مع الخطاب. هلا بالسيد الجايب ريحة جدة وياك. نعم هذا الهتاف اللي موجود. فأعلن إنه نريد الاستقلال لا نريد حكومة مفروضة. نعم. نريد حكومة مدنية لا نريد إسلام الطالبان. بالنص ذكرها لأن كانت الدعاية الأمريكية. نعم. تبين أن هؤلاء جوي وجايبين معاكم الحكم مثل أفغانستان. بل راح يصير حكم يشبه. نعم. حكم الاستبداد الموجود في أفغانستان. بالضبط. نعم وأشار إلى أنه يعني أريد حكومة تمثل كل العراقيين، أريد وحدة الصف يعني أطالب الجميع بوحدة الصف، وأيضا دعا إلى أنه المطالبة بالاستقلال والمطالبة بالانتخابات. بالضبط. انتخبوا حكومة تمثل حاجاتكم ورغباتكم. نعم سيد أريد أتوقف فيها. هذه كلها رسائل يعني. نعم. أرسلها السيد من الخطاب الأول. نعم. اللي في دخوله هي من خلال الرسائل أريد أدخل بتفاصيل مهمة جدا. كثير من المعارضين لما رجعوا إلى البلد بعد الاحتلال عام 2003 وزعامات سياسية مهمة إذا نقدر كانت تتكلم عن حقها مثلا بالحكم، عن هل قد وزارات نريد هذا المكان نريد هذا الموقع، كان اول طلب السيد الحكيم رضوان الله عليه هو موضوع اخراج القوات الامريكيه. ليش كان واول المطالبين في بدايات عام 2003 وبذيك الفتره كان الصعب يطلب هيك شيء وهي قوات محتله بهذه القوه، اكثر من ربع مليون جندي دخل الاراضي العراقيه والتراب العراقي. لماذا طلب هذا الطلب اولا؟ نعم هو بالنسبة إلى السيد من المبادئ الأساسية والرئيسية التي كان يتحدث بها دائما هي مسألة الاستقلال ومسألة السيادة ومسألة الكرامة. نعم. ومسألة وحدة التراب، وحدة العراق أرضا وشعبا. هذه من المسائل التي كان يركز عليها دائما في خطاباته. وبالنسبة إلى الاحتلال يراه السيد جسم غريب، وهذا الجسم الغريب يجب أن يخرج حتى يعيش المجتمع في استقرار ووئام وتفاهم. ففي خطابة النجف قال أنه نريد الاستقلال، يجب أن تكون الإرادة الوطنية مستقلة، وخاطب الجماهير بأنه كيف تحققون الاستقلال؟ تحققون الاستقلال بشرطين. الشرط الأول أن تتمسكون بالإسلام، لأن مبادئ الإسلام هي التي تهدينا إلى الحق وتهدينا إلى العدالة. والمسألة الثانية أنه أن تجروا الانتخابات. عندما تجرون الانتخابات راح يشكلون حكومة تمثلكم. نعم. كان مؤمن بالفكرة الديمقراطية. نعم. والفكرة. نعم. الحرية. نعم. الانتخابات. نعم. 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 نعم نعم نعم. فحكومة تمثلكم، وهذه الحكومة التي ستقوم على يكون على كاهلها أن تقوم
التعامل مع المحتل، وتحدث من البداية أيضا تحدث على أنه كيف حتى في النجف في البداية تحدث صحيح. أنه إحنا ما دمنا لدينا الحرية، زين ما دمنا لدينا الحرية فنستطيع أن نعترض على المحتل بالاحتجاج بالمظاهرات بالاعتصام بإيصال صوتنا للمجتمع الدولي بالإضراب. كان قال يجب أن نبدأ بهكذا خطوات لخروج المحتل في البداية، ودعا لها دعا لهذه القيام بثلاث خطوات. هذا في خطاب الأول في النجف. نعم. لأن هو يعني السيد شهيد المحراب رحمة الله عليه يدرك مدى خطورة أن تكون سيادة العراق مهددة. نعم. يدرك مدى خطورة أن يكون العراق تحت الهيمنة. لذلك دائما يؤكد حكومة منتخبة، حكومة مستقلة، حكومة تخرج من الشعب وتمثل الشعب، لأنه يريد أن يكون القرار قرار عراقي. نعم. وبالتالي تتحمل الحكومة كامل المسؤولية في جميع الملفات التي يجب أن تعالجها إن شاء الله. طبعا أحبة المشاهدين، التغطية مستمرة عبر قناة الأيام الفضائية، ولكن خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجع. شهيدنا الحكيم كان صاحب فكر، لكن صاحب إرادة جهادية وثورية. أسس وبنى فيلق بدر، كما أسس وبنى وتابع حركة المجاهدين التي دوخت النظام، والتي على أثرها اعترف النظام بوجود هذه المعارضة، وعلى رأسها الشهيد الحكيم، وعلى أثرها قال للناس ليأتي محمد باقر إلى العراق من أجل أن نعرض أنفسنا للانتخابات. أول من اعترف به صدام معارضاً يقابله هو الشهيد محمد باقر الحكيم. شهيدنا لم يختفي تحت الأسماء والمؤسسات، وإنما نزل مبارزاً بنفسه. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين هذه التغطية. السيد عبد الكريم، سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي نبهنا على شيء كان مهم جدا، يعني خاصة في فترة الثمانينات بحثت ودورت أنه الطاغية صدام من النادر أو ما شاهدت لفيديو يذكر اسم أحد المعارضين إليه بصورة صريحة مثل ما ذكر اسم شهيد المحراب. اليوم شهيد المحراب بالثقل الجماهير اللي عنده، وابن بيت مرجعي حوزوي ابن السيد محسن الحكيم، وتأثيره واضح، وعلاقاته الخارجية مع كثير من الدول الإسلامية والعربية علاقات مهمة جدا، فهو كان يمثل تهديد إلى النظام إلى الطاغية صدام حسين، وأيضا بعد 2003 مثل تهديد على التواجد الأمريكي. تتفق مع هذا الشيء؟ نعم. يعني ماذا تريد أن تقول في النهاية؟ نعم، أنت ماذا تريد أن تقول؟ أقول لك يعني اليوم وجود أنه يعني صدام حسين هذا الطاغية المتكبر اللي ما يذكر اسم معارضة، يعني مثلا الأخوة الأكراد لسنوات وسنوات يطالبون بحقوقهم، وحرب صارت كبيرة جدا في الشمال، أنه ذكر السيد الحكيم تقريبا المعارضة الوحيد اللي ذكره صدام حسين أكثر من مرة، وقال أنه أنا أتحدى خلي يجي نسوي انتخابات. تتذكر شايف هذا الفيديو؟ نعم. في الجنوب نشوف إيش قد يطلع. يعني الثقل الكبير جدا كان تهديد حقيقي للنظام ولعرش النظام، ومن بعد 2003 تهديد للتواجد الأمريكي. طبعا بالتأكيد شخصية مثل السيد محمد باقر الحكيم كرمز قيادي بارز ومحوري في الساحة المعارضة العراقية، يعني كل القوى العراقية الموجودة كانت ترجع إلى السيد محمد باقر الحكيم في الكثير من القضايا بالتشاور وبالتعاون
وكان هو يمثل محور وقطب لكل هذه القوى. المؤتمرات التي حصلت مؤتمرات المعارضة، نعم، إذا أي مؤتمر إذا لم يحضر السيد محمد باقر الحكيم أو ممثل عنه لا يعتبر مؤتمر، فشل قبل أن يبدأ، ولا يصل إلى نتائج، ولا يمكن الوثوق بما يأتي به هذا المؤتمر. ف يعني أكثر من مرة النظام أصدر عفو ويستثني بالاسم محمد باقر الحكيم، صح، يستثني بالاسم، نعم، لأن هذا يعني هو طبعا يعرف مقدمة أن السيد محمد باقر الحكيم يعني لا يمكن أن يتأثر بعفو وغيره. السيد محمد باقر الحكيم تعرض إلى تهديدات على مستوى العائلة، على مستوى وجوده، زين، وقاوم وصبر وتحمل، كان شعار الإمام الحسين، ودائما كان يردده: هيهات من الذلة، لا يمكن الركون لهذا النظام، لا يمكن التسليم، يجب المقاومة. هو عندما أصدر جريدة، أول جريدة معارضة أصدرها، هو سماها جريدة لواء الصدر، يعني هو يحمل لواء الصدر، لواء السيد محمد، نعم، باقر الصدر، وكان مصمم تصميم على مواصلة المسيرة. وأنا يعني في ذاكرتي أيضا يعني عندما عدمت الكوكب الأولى والكوكب، نعم، الثانية من، نعم، علي الحكيم، في ذاكرتي كيف، نعم، يعني إجا التهديد مباشرة إلى السيد ووصلوا له رسالة بأنه يعني عدمنا وجبة والوجبة الثانية بالسجن، وأما أن تترك تترك عملك وتتزوي، لا، تهديد مباشرة عن طريق برزان، وأرسل السيد محمد حسين من أولاد عمه، أرسله مباشرة إلى أرسله إلى من العراق. كان الهالك برزان مدير مخابرات، رئيس، نعم، مخابرات، نعم، 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 أرسله مباشر بشكل مباشر، أرسله ومن السجن، أرسله من السجن، متوصل رسالة، أرسله من السجن، قال له: شوف هذه الوجبة عدمناها أمامك، وتروح توصل رسالة، تقول له إذا ما يترك فنعدم الوجبة الثانية. فعندما، نعم، وصل هذا الرجل إلى تركيا وقال: أنا أحمل رسالة من النظام، السيد محمد باقر الحكيم قال: أنا ما عندي جواب، أنا ما عندي جواب غير الاستمرار. هذا طريق مشت عليه قوافل الشهداء، ونحن نمضي فيه إلى النهاية بهذا القرار، نعم، نعم، بهذا القرار. لذلك أنا قدمت في حديثي وضع حياته ووجوده طوق نجاة لكل العراقيين. فالسيد كان في تركيا اللي حامل الرسالة، نعم، وصلوا له خبر السيد محمد باقر الحكيم بأن هذا الرجل موجود في تركيا وحامل الرسالة، فقال السيد أنه وصلت الرسالة وهذا هو الجواب، فإذا يرغب يجي إلى إيران أهلا وسهلا، إذا جاء على جواب يريد يأخذ الجواب، هذا الجواب وصلت، نعم، وصلت إلى هذا الجواب، نعم، لأن الرجل السيد الحكيم ما كان يريد أنه يفرض رأي على أحد، يريد أن الكل يتحمل المسؤولية، ولكن يتحملون المسؤولية بقرار ذاتي وبإرادة ذاتية، وأعدمت الكوكب الثاني من رحمهم نتيجة لهذا، الكوكب الثاني من شهداء الحكيم رحمة الله عليهم، نتيجة لهذا التصميم وهذا الثبات وهذا الإصرار من قبل السيد محمد باقر الحكيم. نعم، أستاذ عبد الكريم، أريد أيضا أتحدث لك، يعني اليوم بعد مرور أكثر من 20 سنة على العملية السياسية في العراق، الآن الصوت الواضح والبارز أن يوم الفرقاء السياسيين يتحدثون أن مثلا حقوق المكون، حقوق القومية، حق الها، يعني يتكلمون بنظرة ضيقة على حقوق ممكن على جماعة معينة، طائفة معينة إلى آخره، من جميع الطوائف. السيد الحكيم
شهيد المحراب بأول خطاباته كان يتحدث بلسان مو اللسان الشيعي، لا اللسان العراقي اللي يمثل كل أطياف المجتمع، اللي يمثل السني والشيعي والكردي والتركماني والأيزيدي وكل هذه المكونات اللي موجودة بالعراق. لماذا السيد الحكيم؟ أنه عنده نظرة عامة للعراق، يعني هل ما يعني مع العلم هناك تهديدات تقسيم العراق اللي جابها الاحتلال وغيرها، ليش دائما كان يتكلم بلسان عراقي عام؟ نعم، السيد محمد باقر الحكيم هي هذه واحدة من المبادئ التي يحملها وواحدة من الثوابت التي يعني أصر عليها ونادى بها أنه وحدة الشعب العراقي، وأن الشعب العراقي أبناؤه متساوون. وكان في خطابة عندما يريد يذكر ويضطر أن يذكر أنه يسمي المكونات يذكر السنة قبل الشيعة، صحيح، يقول من أجل أن أطمن الآخرين على أنه إحنا ما ناسيهم ولا يمكن أن نفرط بحقوقهم، وحقوق الجميع متساوية ومحفوظة ويحميها القانون. فالسيد نهضته وحركته وجهاده ضد الاستبداد، ضد الطغيان، فكان يريد أن يؤسس لحكومة عادلة تعطي للعراقيين حقوقهم. وحتى قال إنه الذي يدير هذه الحكومة يريده إنسان نزيه وطني مخلص، ما يهمنا أين يكون لابس عمامة ما لابس عمامة، يهمنا في هذا الرجل إنه لديه الخبرة الكافية يقدم خدمة وأن يضع الأمور في نصابها. وما كان ينظر إلى هذا الرجل أن يكون سنيا أو شيعيا أو كرديا أو تركمانيا أو عربيا. نعم. فوحدة العراق، زين، وحدة نسيج العراق، هذه جزء من المبادئ الأساسية التي كان يؤكد عليها السيد الحكيم في خطاباته وفي منهجه. يعني عذراً أنه ممكن راح أسألك سؤال يهيج العاطفة والمشاعر وغيرها من هذه الأمور، وإحنا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من التغطية أستاذ عبد الكريم، وين كنت لما سمعت بخبر الاستشهاد؟ هل كنت في الأشرف قريب أم كنت في محافظة أخرى؟ ردت فعلك شنو؟ الصورة اللي صارت أمامك شنو حول مستقبل العراق ومستقبل يوم الحركة الجهادية التي قادها السيد الحكيم؟ يعني هذا طبعا لا استطيع ان يعني ان اصف شعوري في تلك اللحظه، لانه كما عبر سماحه الشيخ همام حمودي عن السيد محمد باقر الحكيم، السيد محمد باقر الحكيم لم يكن قائدا ورمزا فقط، نعم، وانما كان اخا وابا وصديقا، فكان هو يعني يمثل لنا ليس وجود سياسي فقط، وإنما هو في الغربة سد لنا كل الفراغات العاطفية، غمرنا بالمحبة، غمرنا بالود، فكان يهتم بمسائلنا الصغيرة والكبيرة. فالسيد له في نفوسنا وفي إدراكنا يعني عظيم الشأن، ولذلك فقدانه كان بالنسبة لنا صاعقة. وأنا يعني كنت قريب إلى السيد ودائما يعني ألتقي به لقاءات مستمرة، وكنت يعني الحمد لله أخذت الكثير من شهيد المحراب وتعلمنا الكثير، فكان اللقاء لقاء يوم الأربعاء. التقيت بما الأربعاء؟ نعم، التقيت به الأربعاء وكان شهادة الجمعة، وكلفني بمهمة أن أذهب إلى الجمهورية الإسلامية على أن أقوم بدور معين وأمسك ملف من الملفات و
كان لقاءنا مع الأخ المجاهد الحاج هادي العامري. نعم. وذهبنا أنا والحاج هادي العامري بالسيارات إلى الجمهورية كرمانشاه. نعم. للجمهورية الإسلامية. ويعني صباح يوم الجمعة يعني سمعنا الخبر وأنا في الجمهورية الإسلامية. فمجرد ما سمعنا الخبر بعد ما كملنا يعني رأسا رجعنا إلى يعني كان مع كان معاك الحاج هادي العامر. نعم نعم. ردة فعل الحاج هادي العامر؟ والله كذلك يعني نحيب وبكاء وحقيقة ودعاء ويعني هي يعني فاجعة كبيرة وحقيقة يعني خسارة كبيرة. ليس هي خسارة يعني خسارة على مستوى الوطن، يعني من سماه شهيد الوطن شهيد العراق فهو هذه التسمية صحيحة ودقيقة. يعني كان هو يمثل صمام الأمان الحد كان يجمع العراقيين على كان يجمع العراقيين وكل القيادات العراقية. لا يمكن أنه أن يتجاوزون مشورته ورأيه، لأن كان رأيه رأي سديد ودائما كان موفق يعني في تحليلاته. أستاذ عبد الكريم، إلى الآن فراغ اللي تركه السيد الحكيم موجود؟ هذا الفراغ ما أحد قدر من القيادات السياسية إنه يسد جزء منه؟ إلى الآن الفراغ الذي تركه السيد محمد باقر الصدر في الفكر والفلسفة لم يسده أحد، ولحد الآن الفراغ الذي تركه محمد باقر الحكيم في ميدان السياسة والتصدي لم يسده أحد بكل وضوح. نعم. هذه نقطة رأس السطر. مشكورين كل الأخوة المتصدين على ما يقومون به من عمل، كذلك تشكر كل المراكز العلمية وكل العلماء والمفكرين على ما يقولون به من عمل. لكن أن يصلون إلى قمة فلسفتنا واقتصادنا والاستراتيجية الاستقرار التي قدمها السيد محمد باقر الصدر، ما صار هذا الشيء. القضية قضية فيها أكثر من بعد، لأن شخصية السيد محمد باقر الحكيم ليست لها بعد واحد. يعني الرجل في الجانب الفقهي هو رجل مجتهد ومتميز وأستاذ في تفسير القرآن ورجل ضليع في الفقه. هذا في إذا تأتي إلى الجانب السياسي فتجد أنه لديه من الدراية والخبرة يعني ما تحتاج مراكز الدراسات ما تحتاج. يعني لذلك هو الرجل بدون السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب بدون عنوان وبدون صفة كان كل دولة ينزل بها يستقبل على مستوى الرؤساء والإمراء. صحيح. نعم. وهو ما عنده كل عنوان. ما عنده كل عنوان رسمي. ما عنده كل عنوان رسمي. تأتي إلى البعد الاجتماعي للسيد وحركته الميدانية، تأتي إلى البعد الجهادي، تأتي إلى بعد التضحية، تأتي إلى البعد الأخلاقي. أختم برنامجي قد يكون في نهاية. نعم. بهذه القصة. إحنا يعني تعلمنا من السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب الكثير الكثير الكثير. فزرته مرة. نعم. وقلت له سيدنا، هذه أتكلم عن أخلاق السيد يعني في التسامح وفي غض النظر وفي تقبل الآخرين. قلت له سيدنا، أنا كلفني أحد الإخوان إنه يريد يطلب من عندك أن تبرير الذمة، لأن على مدى سنوات طويلة كان هو يتحدث عنكم بسلبية.
ويتهمكم بأشياء وكذا. أي فسيدنا يعني أقول لكم باسمه حتى تبرد دماغ. قال لا أقول باسمه. قال سيدنا مو هذا يعني يريد شخصيا براءة شخصيا براءة الذمة نصا. السيد قال لي سلم لي عليه وقل له ما بري الذمة. ما بري الذمة على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل. نطال حرية. فأنا قال هل حتى إذا تحدث المستقبل؟ قلت له سيدنا هسه احنا الماضي والحاضر هاي افتهمنا. المستقبل شنو؟ فهو ما كثير من الأحيان يقول لي عمي. قال لي عمي تتصور أنا عندما أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ألتهي بهذه المسائل الصغيرة أنه فلان تكلم وفلان تحدث وفلان تحدث. تتصور أنا أشتكي هذه المسائل. فكان يتسامع عن هذه الصغائر وله عند فتعلمنا منه الكثير. أكيد أستاذا مدرسة كبيرة. معلما قائدا أبا وختمها شهيدا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا له في إن شاء الله. معه في 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 في, في, الجنة في دار الآخرة. كل التحية والشكر لك السيد عبد الكريم النقيب عضو مجلس النواب سابقا على كل هذه المعلومات والسرد التاريخي لشهيد المحراب ولهذه القصة العظيمة. شكرا جزيلا. حياك الله. ربي يخليك. فرصة طيبة. أنا أشكرك. ربي شكر جزيل. العفو. حقيقة. طبعا أحبة المشاهدين إلى هنا تنتهي التغطيات الخاصة بذكرى شهيد المحراب على مدى أيام. تحدثنا عن هذه المسيرة العظيمة، المسيرة الجهادية ومسيرة المقاومة، والحقيقة مسيرة عظيمة ومدرسة عظيمة تعلمنا منها الكثير. أحبة المشاهدين إلى هنا تنتهي هذه التغطية. نلتقيكم بتغطيات أخرى على الصحة والخير والبركة. وقناة الأيام الفضائية معودتكم دائما تكون مع الأحداث المهمة. إلى اللقاء.